والآن تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية. دانا، مرحبا بك. إذا هناك تظاهرات نراها على الهواء مباشرة من تل أبيب أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية، تطالب بإطلاق سراح المحتجزين من خلال عقد صفقة تقوم بها حكومة بنيامين نتنياهو. ماذا لديك بشأن هذا المشهد الذي نراه؟ بالفعل كان هنالك دعوات لحشد أكبر عدد ممكن من المتظاهرين سواء في القدس في تل أبيب، وكان هنالك تخوف من المنظومة السياسية الإسرائيلية من هذه التظاهرة، وخاصة في ظل الأصوات الإسرائيلية التي كانت تقول بأن هنالك تقارب في وجهات النظر المصرية والإسرائيلية في شأن إطلاق صفقة تبادل جديدة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين، وأيضا يكون فيها تجميد للعملية العسكرية في رفح. هذه التظاهرة أو انعدام الثقة بين الجمهور الإسرائيلي وبين بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب ككل دعت أو يعني جعلت هنالك عشرات الألاف من المتظاهرين يخرجون في هذه التظاهرة مقابل وزارة الدفاع الإسرائيلية في الكرياء في تل أبيب، ويطالبون بضرورة إبرام صفقة تبادل فورا. وكان هنالك بيان من عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أنه إذا ما كان يعني يجب علينا الاختيار بين وقف الحرب وإعلان صفقة التبادل، فيجب عليكم كحكومة إسرائيلية وقف الحرب وإعلان القبول في صفقة التبادل. وبأن مزيد من الضغط العسكري كما يروج بنيامين نتنياهو وأعضاء كابينيت الحرب لن يولد انفراجات فيما يتعلق بالإفراج عن المحتجزين لدى فصائل المقاومة، بل أنه سيقتل من متواجد هناك. وهذا ما أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية قبل قليل في بياناتها، والتي قالت أن مزيد من الضغط العسكري، مزيد من القصف المدفعي والغارات الجوية يعني إلحاق الضرر ويعني قتل مزيد من المحتجزين لدى فصائل المقاومة الذين يقضون أوقات صعبة في ظل أعياد اليهود، ونتحدث هنا عن عيد الفصح كما جاء في البيان. أضف إلى ذلك أن الانشقاقات بين كابينيت الحرب وبين الكابينيت الموسع وخاصة التوأمان إتمار بن غفير وسموتريش اللذان لوحان بحل الحكومة الإسرائيلية اليوم إذا ما كان هنالك بالفعل تقارب في وجهات النظر والإعلان عن صفقة تبادل، ناهيك عن أن هنالك يعني مصادر إسرائيلية وعلى رأس هيئة البث الرسمية والقناة الثانية عشر الإسرائيلية التي تقول بأن كل أعضاء كابينيت الحرب الإسرائيلي يوافقون على هذه الصفقة، أي أن من يعرقل إتمام هذه الصفقة هو بنيامين نتنياهو، وهذا يتماهى مع ما سربته القناة الثانية عشر الإسرائيلية على لسان الوفد المفاوض بأن نتنياهو يعطي صلاحيات في الصباح ومن ثم يتصل على الوفد المفاوض ويسحب هذه الصلاحيات، أي أن نتنياهو غير معني بالذهاب إلى صفقة. هذا ما أجج الوضع والشارع الإسرائيلي، وأصبحت هذه التظاهرات تتسع في رقعتها الزمنية والمكانية. واللافت أيضا التطور في هذه التظاهرات والتي تحولت إلى احتجاجات شبه يومية تصل في مداها حسب تقديرات هيئة البث الرسمية الإسرائيلية إلى 60 موقع إسرائيلي، أنها ليست اليوم مقتصرة على تل أبيب والقدس وقيصاريا أمام منزل بنيامين نتنياهو، بل أن المتظاهرين أصبحوا يحتشدون أمام منزل بني غانتس بالقرب من تل أبيب للدفع فيه بضرورة أن يكون هنالك صفقة، وإلا يجب عليه أن ينسحب من كابينيت الحرب. ولربما هذا الضغط الذي يمارسه الشارع الإسرائيلي يعني يأتي أكله في الضغط على أعضاء ووزراء كابينيت الحرب الذين من الممكن أن يضغطون. تأتي هذه التظاهرات أيضا وسط يعني الحديث عن وصول بلينكن يوم الثلاثاء إلى إسرائيل للتحدث مع الإسرائيليين في ملفين بارزين وهما العملية العسكرية في رفح وعدم قبول إدارة واشنطن والبيض الأبيض في هذه العملية إذا ما كان المدنيون ما زالوا يعني متواجدين في منطقة رفح وفي الجنوب ولم يتم تأمين وصولهم إلى وسط وشمال القطاع. والمحور الثاني الذي سيتحدث فيه بلينكن مع الجانب الإسرائيلي هو فيما يتعلق بصفقة التبادل وضرورة أن يكون هنالك صفقة تبادل تمضي إلى وقت إطلاق النار حتى وإن لم يكن كلي ولكن جزئي أو في الأيام التي سيتم فيها تحرير المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية كما يقال. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معي من القدس المحتلة مراسلة القاهرة الإخبارية دانا أبو الشمسية.